مشاهدينا متابعينا الكرام، حضورنا الكريم، متابعينا امام شاشات دبي ريسنج الحاضره على ارضيه هذا الميدان. اشواطنا مستمره في انطلاقات اشواط الانتاج والمنتجين. شوطنا الواحد والعشرون تعلن انطلاقته في هذه اللحظات الذي خصص للقاية الجعدان المهجنات الأصايل، شعارات أبناء القبائل الحاضرة على أرضية هذا الميدان. مباشرة نتقدم مع الصدارة مع معزم على المركز الأول ثلاب الراشد بن ثلاب الهاجري، من ينطلق على المركز الأول ويقدم انطلاقة معزم على المركز الأول. المركز الثاني متسلل على المركز الثاني لسعيد بن مهير بن سعيد بن ساري الكتبي القادم على المركز الثاني، النقلة مع المركز الثالث. أتابع في ثالث المراكز، نتابع في هذه اللحظات المركز الرابع، المركز الرابع الوصول من عناد سعيد بن منان بن غدير الاجتبي القادم على المركز الرابع. المركز الثالث الأسد لغانم بن ضاحي المزروعي على المركز الثالث. ناخذ المركز الخامس ويتواجد شغف القادم لسعادة محمد بالعوضي بن يحيى المنهالي القادم مع شغف على المركز الخامس. سادسا من الجانب الآخر نتابع في هذه اللحظات المنطلق والحاضر مضبوط القادم لمحمد بن عبيد بن سويدان العامري القادم مع مضبوط متعب القادم، متعب في هذه اللحظات سيف بن حميد بن سليمان الشامسي قادم مع متعب وينطلق مع متعب على المركز السابع. ثامن المراكز يتواجد جدير احمد بن سعيد بن منانة الكتبي قادم في هذه اللحظات الوصول من موج محمد بن عبد الله بن سعيد بن حب قادم مع موج، وعاشرا يتواجد في هذه اللحظات صايب القادم لمالكة في هذه اللحظات. نتابع وننطلق مع صايد عامر بن صبيح بن حميد الزرعي قادم مع انطلاقة صايد. هكذا هي النتيجة، هكذا هي النتيجة وندانا الأول لهذه الأسماء لهذه الشعارات المنطلقة والمتقدمة. مشاهدينا متابعينا الكرام أعود إلى الصدارة، عودة مع البداية والمقدمة مع الانتاج والمنتجين. معزم على المركز الأول ثلاب بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري ينطلق على المركز الأول ويقدم انطلاقة معزم على المركز الأول اللي معزم على الصدارة والمقدمة. المركز الثاني قادم مضبوط محمد بن عبيد بن سويدان العامري، ولكن أتابع التسلل من الجانب الآخر هذا المتسلل والقادم مع هذه الأسماء والشعارات المنطلقة. مشاهدينا متابعينا الكرام الأسد لغانم بن ضاحي بن حمد المزروعي القادم مع انطلاقة الأسد المركز الرابع، المركز الرابع وتابع المركز الرابع قادم جدير حمدان بن أحمد محمد بن أحمد بن سعيد بن منانة قادم في هذه اللحظات مع جدير وصل على المركز الرابع. سنتابع غيث حمد بن محمد بن حمد الكتبي يقدم غيث، اول ندى لغيث، ومتعب سيف بن حميد الشامسي قادم مع متعب. ياهي من اسماء قادمه، ياهي من شعارات بدات تزحف في هذه اللحظات. شاهين وزاهر بن فايل بن خريبيش هذا العويس القادم
القادم والوصول من قبل عناد سعيد بن منانة بن غدير الاشتبي. ما شاء الله المركز الثامن الذيب، اول ندى للذيب سعيد بن احمد بن حلوى الاكتبي. قادمين اهالي الخوانيج في هذه اللحظات، نتابع الاسماء الواصله. صايد عامر بن صبيح الزرعي 1200 ما تبقى عن خط النهايه، تابع يم تابع، راقب يم راقب، من الواصل معرف؟ علي بن حمد بن سيب الاصلي الشامسي قادم شعر بالاصلي. الكيلو الاخير هلموا الى الصداره يا اهل الانتاج والمنتجين. غير شاهين زاهر بن فايل بن خريبيش العويسي على المركز الاول وعلى الصداره والمقدمه. غياث غياث حمد بن محمد الاكتبي قادم على المركز الثاني مع غياث والاسد المزروعي بن ضاحي القادم على المركز الثالث، وبن منانة مع عناد سعيد بن منانة بن غدير الاشتبي. ما شاء الله راقب الاسماء. صوغان 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 القادم للشيخ عبد الله بن حمد العامري قادم مع صوغان، اول ندى لصوغان واخوه احمد بن مطر بن مايد الفيلسوف ورجل الخطوط النهائيه. والعميمي قادم، العميمي قادم حمدان بن محمد بن خليفه العميمي مع زيزوم القادم على المركز الرابع. يا هي معركه يا بن خريبيش، يا بن خريبيش خرب الامور في شوط الانتاج. ها هو بن خريبيش روح مع شاهين، مع شاهين زاهر بن فايل بن خريبيش العويسي. اللحظات الاخيره سلام السلطنه، سلام سلام بن خريبيش، سلام سلامنا الى جعلان بني بو حسن. يا سلام يحتفلون مع الميدان الذكي بفوز شاهين زاهر بن فايل بن خريبيش العميمي على المركز الثاني، شعر بن حم على المركز الثالث، احمد بن مطر بن مايد الخير على المركز الرابع. المركز الخامس وصل ادهم لمحمد بن عويضة بن حمد العامري. هكذا هي النتيجة. أعود مع بن خريبيش وجعلان بني بو حسن تحتفل مع الميدان الذكي بفوز شاهين زاهر بن فايل بن خريبيش العويسي. التوقيت يا بن خريبيش 7:34 ثمان أجزاء من الثانية هو توقيت شاهين. المركز الثاني، المركز الثاني 7:35 خمس اجزاء من الثانيه زيزوم لحمدان بن محمد بن خليفه العميمي. المركز الثالث نتابع 7:36 بالوفاء والتمام، توقيت صوغان للشيخ عبد الله بن حم العامري. تهانينا والناموس للجميع.